حياكم الله جميعا، اليوم نعرفكم على احد اهم المأكولات الشعبية في الاحساء، الخبز الحمراء. العم ابو فهد البيع من اشهر الخبازين في الاحساء، تقريبا خلى اكثر من 50 عام وهو يزاول هذه المهنه. خلاص يفضل اهالي الاحساء اكل الخبز الحمر مع الرز اللي هو الزبادي او اللبن او الجبن. يعطيك العافية يا عم أبو فهد، الله يعطيك طول العمر إن شاء الله. الله يسلمك. هذا عبد الله والد العم أبو فهد، يساعده في إعداد الخبز الحمار. اللي يميز الخبز الحمر ريحة الطيبة اللي هي ريحة جذوع النخيل. لا رجال عشان موقع الخباز ابو فهد ربيع عند عين الخدود، هذا هو بتشوفون مبنى شعبي. قلتها من قبل واقولها دايم، تجي الحسا ولا تجرب الخبز الحمر ما كأنك جيت الحسا.